قال في غاية الأهمية، ما هو باللغة المصرية العامية سر الخلطة التركية في التقدم والنهوض؟ هل هناك شيء محدد استطاعت تركيا أن تقوم به، قضاء على الفساد اقتصادي مثلا حتى تصل إلى هذه المستويات الاقتصادية الكبيرة؟ يعني والله السر هو النجاح، هو العمل والنشاط يعني الجهد يعني الذي قام به الشعب التركي. يعني الشعب التركي لا يستند إلى مصادر الطبيعي، مثل ما الموارد الطبيعي مثل ما يستند إليه دول الخليج أو دول العرب الذين بترول ونفط. نحن ما لنا بترول، ولهذا في عجز في حجم التجارة الدائمة، كل سنة يجاوز 60-40 مليار دولار، ولكن رغم هذا تركيا تستند إلى موارد البشرية. ونحن نقول الرأسمالية البشرية الآن في تركيا هي جدا ما شاء الله الحمد لله مرتفعة. نحن أسسنا وركزنا لا سيما في عهد حزب العدالة والتنمية، ركزنا على الخدمات، على الإخلاص، الإخلاص في السياسة، الإخلاص في الخدمات. نحن اعتبرنا أنفسنا خادمين، لسنا حاكمين، نحن لسنا حاكمين على شعبنا، نحن خادمين لشعبنا، وحققنا وثبتنا بأننا جدا مخلصين في هذا الادعاء بما أنجزنا من الإجراءات ومن بعض المشاريع التي قدمنا لشعبنا. لا سيما لو ترى المستشفيات هذه مثلا، يعني أي نقطة تريد أن تركز ترى هذه الحرمة، هذا الاحترام لشعبنا، التقديس الشعب، يعني الشعب هو المقدس الآن. والخدمات التي قدمنا، المشاريع وتنظيم الخدمات الصحة على سبيل المثال، وهذا يعطي الانطباع بأننا نحن جدا خادمين لهذا الشعب. لأن جدا الآن الخدمات الصحة التي أنت تراها وتحظى في تركيا، أنا أدعي هم أحسن وأرخص من كل الدول العالم. يعني هل كان هناك خطة مثلا منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية؟ لأنه بعد التأسيس وصل الحزب مباشرة، بعد أول استحقاق انتخابي وصل للحكم بشكل مباشر، هل كانت هناك خطة معدة حتى إذا وصل الحكم يقوم بتحقيقها؟ طبعا يعني كان في دراسات، يعني دراسات في وكفاءات الأشخاص، الكفاءة التي كان يختارها رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان طبعا ليس مختص في كل الشؤون، ولكن هو مختص في اختيار المختصين، يعني في من هو المختص في هذا الشأن، وكان يستخدمهم ويجندهم في هذا الحزب، يعني في هذا العمل، يعني وينسق بينهم. يعني هو جدا كان منسق جاهد، يعني ناجح بما يستخدم الأشخاص المناسب في كل عمل. يعني هذا كان من مميزاته. يعني اختارك في أو التواصل معك في 2012 فيما يتعلق بانضمامك للحزب. نعم. كيف يعني كان رد فعلك عندما قال لك ذلك؟ والله أنا كنت طبعا شخص أكاديمي، يعني أنا ما كنت أتوقع وما كنت أخطط أن أدخل في السياسة بهذه الطريقة أبدا. يعني ودخلت فيها؟ أدخلت، نعم. أنا كنت شخص سياسي طبعا، دائما لي موقف، يعني ولو عندما كنت شخص أكاديمي دائما لي موقف. أنا حتى يعني أنا لا أوافق مع الأشخاص الأكاديميين الذين يقولون نحن بعيدين عن السياسة، لا يهمنا ما يجري في العالم. لا، أنا يهمني كل شيء. يعني أنا شخص أكاديمي، ولكن أنا شخص أيضا شخص مسؤول عن الظلم في العالم وعن الحق، عن البحث عن الحق. يعني لك مواقف فيما يتعلق مواقف بالشأن العام. نعم، وأنا كنت ناشط في حقوق الإنسان وفي العمل الإنساني، ولهذا في المجتمع المدني أيضا. يعني ولكن شخص أكاديمي، وما كنت أخطط أن أكون شخص سياسي على سبيل المثال. لم يكن لك انتماءات سابقة سياسية أو طبعا كنت كان لي انتماءات غير عضوية. كان لي انتماء لحزب الرفاه، من في السابق كان انتماء لحزب السلامة السابق، ولكن ما كان له أي عضوية لأي حزب، يعني ولا لهؤلاء تلك الأحزاب. ولكن عندما دعيت إلى الحزب طبعا أنا أول تفكرت يعني هل هذا يمنعني من العمل النشاط أو هذا الشيء، وقلت له أنا كنت أدير مركز تفكير استراتيجي think tank، يعني وهذا مركز تفكير استراتيجي كان له دور كبير في 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 تشكيل
المجتمع التركي الجديد أو الدولة التركية الجديدة